بيسان اسماعيل وانس الشايب ثنائي كتير مشهور على السوشيال ميديا بالعلاقة اللي بتجمعهم ببعض واللي بلشت من الأردن لحد الآن، فدائما ما يكون هذا الثنائي مثير للجدل ودائما ما تطلع إشاعات عنهم، أكثرها إشاعات علاقة الحب اللي بينهم. فمؤخرا ومن بعد ما شاركت بيسان فيديو على قناتها على يوتيوب بعنوان آخر فيديو بقناتي للأسف، واللي حكت فيه عن إمكانية خسارة قناتها في أي لحظة بسبب المشاكل اللي بينها وبين شركة إنتاج، وشاركها أنس الحديث خلال الفيديو، واختار ختم الفيديو بخبر صار للجمهور وضرب لهم موعد لمفاجأة جديدة بشرط معين، واللي استغرب منه عدد كبير من المتابعين حيث كان الشرط هو بلوغ بيسان سن 18 وبعدها رح يعلنوا عن المفاجأة رسميا. فاختار عدد كبير من الجمهور ربط هذا السن تحديدا بخطوبة وزواج، وكان تخمينهم للمفاجأة هو خطوبة أنس وبيسان رسميا. وما أكد لهم هذه التوقعات هو تفاعل أنس الشايب مع هالنوع من التعليقات والتخمينات، واختار وضع لايكات والتفاعل بإيموجيز متعددة بآخر بوست نزله على حسابه على إنستغرام، واللي علق تحته بي شو بتتوقعوا شعوري وأنا عم بستنى الأربعة أشهر لحتى يمرقوا وشو رأيكم رح يصير. ولكن جزء تاني وكبير من الجمهور رفض هذه التوقعات نظرا لما شافوه من قبل، فقبل أشهر شاركت بيسان ستوري أثار جدل واسع عن ذاك واللي ظهرت فيه بخاتم خطوبة، وتوقع الناس أنها حتكون خطوبتها رسميا، ولكن بالنهاية اكتشف الجمهور أنه كان مجرد مقلب بأنس الشايب فقط نزل آنذاك على قناة بيسان على يوتيوب. وكذلك ظهورهم بأزياء زواج على السوشيال ميديا، وبالنهاية يطلع ترويج لفكرة فيديو معين. فهل برأيكم هالمرة حيكون إشاعات ارتباطهم وخطوبتهم صحيحة أو مجرد مفاجأة ثانية من نوع جديد، مع العلم أنهم عم بيحضروا لأغنية جديدة؟ اكتبوا لي رأيكم بخانة التعليقات.